خيار ابو عبد العزيز. لا بس احسان من سويت ها والجلسه اللي تاخذها اي جلسه بس جلسه نبي عمل نبي محتوى نبي نقدم لا اقول خلني ساكت والله هو اللي شو قدم لك هو اللي قدم لك بس طلع كلك مو حلو والله مو حلو لا تكلم الثاني اللي انفالت مشكله ترى والله مشكله صار خلني ساكت هذا المحقق كلنا المحقق عليه رده ايش فيك يا ابو احمد ايش فيك يا ابو احمد شو مزعل ابو احمد بس انا اذا تكلمت ايه شو اللي مزعلك ترى شو الموضوع اللي محتوى ايه لو كنت تقدم شاي ايه ايه شو اللي قدمنا من جينا ايه بس شنو شو اللي مزعلك انت على يعني ضيا ايش في ضيا بقبني بسوي لكم ذا والعاب وبجيب وبجيب ما راح نفعل ايات اسبوع كامل لا ضيا يسولف عن الفعاليات اللي مجهزه في البحر يوم جينا ما حصلنا الا وايه الماي بس يتيخر بعد بعد لا استغراض المطبخ ما زين كان عذري بطلعت كل شيء اللي سوى اتصل جوال جاوا فرشوا الفرشات وحطوا هالماطور وجوا الوايت وقف بس انا سويت انا فعلت وانا جاهز من اسبوع لا 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 ولا صرت نقول حجزا حماده شكوره يا انت انا والله يا تعال 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 دقيقه 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 اي سلف اللي بتدق الدتسن ترى الدتسن دافعين اجار احنا والله تبي الصراحه ضيع والله ضيع صاي والله وين الفعاليات والالعاب اللي سمعنا فيها واستعدادات من 10 ايام ويسولف لي عن الرحله يقول راح تكون رحله عالميه عاد الاعظم ابى اصدمكم الحين بشيء ما لاحظتوا شيء انتوا الحين من جينا احنا اليوم ثالث احد فيكم شاف المكيفات تشتغل والله ما شاء الله خربانه الحين جاي من دافع الايجار علينا خربانه كم شغلها خلاص عاد والله خلاص والله صراحه والله الكهرباء متشب علينا اي والله امس الله سلمنا اخر الليل بغينا نحترق شب علينا الوايرات الكهرباء ذي طلعت متيبه كل اللي تشوفونهم معقدين ذي الوايرات احترقوا علينا البارحه اي والله ريعه دخان اقول لكم شيء على بصوته بصوت احمد لكن انتم ما تقدرون صوت احمد ينوال له كله حق احنا انتقدناك شوي نمدحك شوي صراحة انا اشكر اخوي ضياء على فعالية الالعاب المائية حقيقة الالعاب المائية دي استمتعنا فيها استمتاع ها شلون؟ وين على طريق الرياض وين ارسلكم يا البسمي؟ يقول بقيق ورجع وطلعنا لهب بعد صراصر كم كيلو ضربتوا؟ 180 وين الالعاب ما جبتوها يا رجل وين الالعاب ما جبتوها موجوده في المستودع انا انت ترى تنفرون واحد من والاغراءات الحق يا ابو معاذ الحق الاغراءات والفعاليات والله ما جيت لمزبنا هالمكيفين جايبين المنفوخ ونسى اللعب اللي اعظم من ذي الجلسه الرومانسيه اللي قال بيسوي جلسه رومانسيه على البحر حط كرسيين على البحر واحد فيهم مكسور انا ست ما ادري ثمانيه كراسي بطولاتهم وملبسهم ومرتبهم وينهم كل واحد ماسك كل اثنين كاريك راح اجيب لك مسبح راح تكون ايام كلها في المسبح والله رجال بس يدق علي يقول لي ضيا شو اللي محتاج دقش عليك انا دقني عليك انا دقني عليك اذبح نفسي للتغذيه لا تاخذني بالصوت
الشحاوي ابو يوسف. اسمع ابو ترسل لي رجاجيل، ما بتقول لي خلي اثنين خسر، رشح لك اثنين يا ابويا. جايب اسطوانة غوص فاضي، هذا غدوان شيف. في ناس ترسل لي رجاجيل تقول لي يا ابويا رشح اثنين رجاجيل، ما برخوم ما بتقول لي.